السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم الكرة مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كنت أهلاوي وبتحب الأهلي يا ريت تشترك معنا في القناة عشان هتوصلك كل أخبار الأهلي، وهتقف معانا وقفتنا ضد كل اللي بيكرهوا الأهلي وبيقفوا ضده. ولو ما كنتش اشتركت في القناة يا ريت تشترك في القناة واعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. النهارده اكلمكم عن ثلاث مشاكل حصلت في المشاكل في الزمالك الفتره اللي فاتت. واحد هيقول لي وانت زي خالد الغندور، ده خالد الغندور طول النهار ما بيتكلمش عن الا عن الاهلي، ما بيتكلمش عن نهايته. ايوه يا سيدي انا زي خالد الغندور، انا الاهلاوي اللي برد على خالد الغندور وبتكلم وبقول هو ليه خالد الغندور ما ولاش حاجه غير يتكلم عن النادي الاهلي. احنا برضه هنمسك مشاكل الزمالك ونتكلم عليها ومش هنتكلم الا على مشاكل الزمالك. ده عشاء من الاخر، يعني القناه من الاخر بتتكلم عن كل مشاكل الزمالك. اي مشاكل الزمالك هنتكلم عنها، اي حد عنده مشاكل الزمالك يبعتها لنا ونتكلم فيها. حطوا يا ريت تحطوا التعليقات بتاعتكم في اللايكات، يا ريت تحطوا التعليقات بتاعتكم في التعليقات تحت عشان خاطر نتكلم مع بعض في مشاكل الزمالك. ثلاث مشاكل كانت مشكله ميدو اللي انا كلمتكم عليها، ان هو طلع على الكلاب هاوس وقعد واتكلم، واضح انه كان واخد حبوب شجاعه كبيره، او طبعا زي ما فاروق جعفر قال واضح انه كان معلي الدنيا شويه، وعشان كده هو اتكلم في حاجات كتيره تهم جدا الزملكاويه، واتكلم ازاي قص عقده الاضطهاد، ولكن هو خاص فاروق جعفر نفسه بحاجة مهمة، وقال ان فاروق جعفر هو لما راح عرض عليه انه يقف جنب نادي الزمالك، فاروق جعفر قال له مين قال لك ان انا عايز اقعد اقف جنب نادي الزمالك؟ فاروق جعفر قال له انا عايز اعرف انت انا قلت لك الكلام ده امتى؟ انا ما بقعدش في ملاهي وما بقعدش في اماكن فيها اهاوي، ما بقعدش في اماكن فيها اهاوي وكافيهات علشان ابقى في الحاله واقول الكلام اللي انت بتقوله. انت قابلتني فين بالظبط؟ انت رجعت اديلك من ساعه ما رجعت وانت كنت بتلعب في الزمالك، احنا متقابلناش مرتين على بعض. واضح ان ميدو ده هو كلامه، هو كان معلي العيار شويه او كان معلي الدنيا شويه، فعشان كده هو حاسس ان الكلام اللي قاله ميدو مش صح. امبارح ميدو في البرنامج بتاعه اللي اسمه أوضة اللبس طلع واعتذر اعتذار شديد جدا للكابتن فاروق جعفر، وقال انا اسف على اللي انا قلته، وفي ناس خدت الكلام بتاعي فهمته غلط. انا حطيت لكم الفيديو اللي فات على فكرة بتاع ميدو اللي هو الكلام اللي قاله، قال لكم الفيديو قايل بصراحة، قال لهم انا هقول لكم لما كلمت فاروق جعفر رد عليا قال لي ايه. ده الكلام اللي قاله ميدو، ما فيش تغيير كلام صح ولا غلط، اللي قاله احنا جبناه، احنا جايبين الفيديو بتاعه، فهو اللي قاله الناس خدته، ما حدش قال زود كلام من عنده، يعني ما فيش حد زود كلام على ميدو. فاعتذر امبارح للكابتن فاروق جعفر لان فاروق جعفر كان رده عليه عنيف جدا، ان قال انا ما اعرفش ميدو النوع اللي بياخده ايه قوي، ولا حبوب الشجاعة اللي كان جايبها منين، وكان كلام بينهم وبين بعض جدا، يعني كان كلام بينهم وبين بعض صعب جدا ان حد يتحمله. فرد عليه امبارح ميدو في البرنامج بتاعه، وواضح ان ده كان التنبيه من قناة النهار اللي انا قلت لحضراتكم ان قناة النهار كانت مستاءه من الموضوع وكانت عايزة تعمل عقوبات على ميدو، وواضح ان كان دي من ضمن العقوبات انه يطلع يعتذر للكابتن فاروق جعفر. قضيه تانية، انتوا طبعا شفتوا مشكله امام عاشور. احنا عندنا لما كهربا بيعمل حاجه بتطلع كل صفحات الزملكاويه وتهيص وتعمل. اللي حصل ان امام عاشور كان في الفتره اللي فاتت لاعب مميز جدا في الزمالك وجاب اجوان وكانوا بيحتفوا بيه وكانوا شايفين ان هو البديل الامثل لفرجاني ساسي. فجاء في ماتش مولودية الجزائر ما لعبش، فطبعا ايه ما يعني طلبوا منه انه يغير، قام وانفعل
وضرب برجله الكرسي وكان منفعل جدا. حتى كان في تعليق مضحك جدا ضحكني انا شخصيا، بيقول لك ان امام عاشور كان بيتخانق مع نفسه، فانا مش عارف ازاي هو كان بيتخانق مع نفسه، يعني كان قاعد يضرب في نفسه كده ولا ايه؟ يعني انا مش فاهم ايه قصة انه كان بيتخانق مع نفسه ديت. فطبعا المدرب قال له انت تروح تلعب مع الناشئين وما تجيليش هنا تاني، ومش عايزك تلعب معايا لفترة مؤقتة. طبعا امام عاشور كبرت في دماغه الحكاية وقرر ان هو يشتكي نادي الزمالك بناء على تعليمات الفيفا، ان في ان لعيب ما يتعاقبش بانه يتمنع من المباريات ويتمنع من التدريب تدريب ويتمنع من المباريات فترة. فقرار الفيفا بيقول ان لو في لعيب بالشكل ده، اللعيب ده من حقه انه يشتكي النادي بتاعه للفيفا، وعقده بيبقى منتهي، بيبقى عقده انتهى خالص. فكان امام عاشور مقرر انه يشتكي الزمالك للفيفا، مدير اعماله او وكيله اللي مكلف انه يجيب له عقود قال له يا ابني انت هنا في مصر ما فيش اللي غير ثلاث أندية كبار، انت بتلعب مع واحد منهم، الاهلي لا جمهوره ولا ادارته بيحبوك ولا هيبقى مقبول انه ممكن انك انت تيجي تلعب فيهم. انت حاجة خاصة بشخصيتك هم مش عايزينك، الحاجة التانية حاجة خاصة باتفاق النادي الاهلي مع الزمالك ان هو مش هياخد لعيبة من النادي الزمالك الا في وجود مرتضى منصور، فهو مش هياخدك لانه ما حدش. بالنسبه لبيراميدز، بيراميدز دلوقتي حاليا بيعدل اموره شويه ومش هيفكر انه يجيب لعيب من الزمالك في الوقت الحالي زيك. احتراف خارجي مش هقدر الاقي لك، انا ما اضمنلكش، فخليك قاعد في النادي اللي انت فيه وتحمل اللي بيحصل خلاص. فامام عاشور حاليا على نار، بيغلي على نار هاديه جدا انه عايز يسيب نادي الزمالك. وطبعا احنا ما بنحبوش، انا كزملكاوي ما اتمناش انه يجي الاهلي، انا كاهلاوي ما اتمناش انه يجي الاهلي، يعني يقعد في وعيل دلوع، ومعظم الناس بتعتبره وبتتعامل معاه لانه بنوته، معظم الزملكا الاهلاويه بيتعاملوا معاه بالشكل ده بتصرفاته واسلوبه، وقبل كده اتبلى على بعض الناس، وطبعا غير انه ما حدش هيقبله بعد الاعتداء اللي عمله على كابتن كبير قدم لنا كتير في النادي الاهلي اللي هو الكابتن وليد سليمان. احنا ما نحبش ان واحد زي امام عاشور يخش النادي الاهلي، فعشان كده هو موقف كل الاجراءات، لكن كان ناوي يشتكي الزمالك فعلا في الفيفا. المشكله الثالثه مشكله امام عاشور. امام عاشور لعب كويس قوي في الفتره اللي كانت موجود فيها كارترون في المره الاولانيه، وكان حاجز مكان وكان بيلعب. جينا الفترة بتاعت باتشيكو ما كانش بيعتمد عليه كتير، فلما رجع كارترون قال لي إمام عاشور، قال لأحمد عيد يا أحمد عيد أنت روح شوية اشتغل مع الناشئين شوية، ولما أنا هلاقيك اشتغلت مع الناشئين والدنيا مشيت معاك أنا هرجعك تاني النادي وتستمر مع النادي. طبعا الكلام ما عجبش إمام، ما عجبش احمد عيد في الاول، فقرر فاحمد عيد راح تدريبات نادي الناشئين في الزمالك، وهو داخل على التدريب لقى كان في تدريب لنادي الزمالك، لقى التدريب شغال بتاع نادي الزمالك، فبدل ما يستأذن من الموجودين ومنهم المدير الفني للناشئين كان كابتن ايمن عبد العزيز اللي كان مدرب في الزمالك قبل كده. وايمن عبد العزيز ايا كان خلافنا معاه كزملكاوي، راجل ليه تاريخ في نادي الزمالك وتاريخ معروف والناس بتحبه، فهو عدى قال له انت ازاي بتعدي كده ما استاذنتش مني حتى يعني. فالواد اتعامل معاه كانه نجم من نجوم الكرة في مصر، ازاي بقى انا كنت بلعب في فريق اساسي في الزمالك وانا لعيب اساسي، وازاي انت تتكلم معايا بالطريقه ديت. فايمن عبد العزيز ضربه، ايمن عبد العزيز مسك الواد ضربه، وبسبب كده ايمن عبد العزيز استقال من او اتفصل من تدريب الناشئين في نادي الزمالك نتيجة لضربه لاحمد عيد.
المشكلة بقى من ساعة ما مشي مرتضى منصور، كان الميزة الوحيدة اللي عاملها في نادي الزمالك انه كان مسيطر على اللعيبة، لكن اللعيبة في الوقت الحالي في الزمالك ما بقاش في سيطرة. يعني دول 2 ناشئين، يعني دول مش لعيبة كبار، لا ده 2 ناشئين. نيجي لمشكلة السيد زيزو، برضو السيد زيزو بيقول لك لما كان في هناك عمل ان رجله مكسوره، ولما رجع هنا والمدرب راح عامل له حواليه رباط، ولما رجع هنا في مصر طلع من شال الرباط ونزل التدريب عادي. فالمشاكل كتيره جدا في نادي الزمالك، اصعب من ان حد يقدر يسيطر عليها. لا لما الناشئين للدرجه دي وبيتصرفوا بمزاجهم وبيتصرفوا بالاسلوب دوت، لما الناشئين في الزمالك بيتصرفوا بالاسلوب ده ضد مجلس إدارة نادي كبير زي نادي الزمالك، يبقى فرقة الكورة رايحة في اتجاه مش مظبوط، وده دليل على ان مفيش سيطرة في النادي. وهتظهر الموضوع ده اكتر بعد ما يمشي فرجاني ساسي واشرف بن شرقي. فرجاني ساسي محضر نفسه ان يمشي في يونيو الجاي، رغم ان الدوري في مصر هيظهر هينتهي في شهر 9 القادم. وعشان كده خالد الغندور عمال يتكلم ان الدوري المصري يتلغي او الدوري المصري ما يكملش، لان مفيش فرص ان الدوري يكمل. طبعا هو السنه اللي فاتت الدوري خلص في شهر 11، انت زعلان انه هيخلص في شهر 9؟ هو زعلان طبعا عشان مش هيبقى فيه فرجاني ساسي. طبعا يعني ده كل اللي انا اقدر اقوله على اللي حصل في الزمالك الفتره اللي فاتت. أشكركم وأتمنى أن أشوفكم في كل خير وسعادة، وياريت اللي عجبكم الفيديو اعمل له لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وياريت اللي ما اشتركش معنا في الاشتراك قناة يشترك ويبقى ضيف دايما عندنا. أشكركم وأتمنى أشوفكم في كل خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.